بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ ذلك هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. رسالة يوحنا الأولى 2. معاكم سري، أنا شفت المسيح كتير. النهاردة هنتكلم عن الجزء 37، وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هو التنين وضد المسيح في آخر الأيام. وهنشوف الرؤية اللي احنا شفناها ايه النهاردة عن التنين وضد المسيح. نراجع شوية دانيال 7 بسرعة، لأن دانيال كنت أرى في رؤى ليلا، وإذ بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، يعني غير متفقين. شاف دانيال النبي أربع رياح السماء متجمعة حوالين البحر الأبيض المتوسط، يعني حروب من كل الجهات، وخرج من البحر أربع وحوش مختلفين غير متفقين، وده لأن الشيطان بيهيج ملوك ورؤساء هذا العالم ضد شعب الله. في سفر الرؤيا إصحاح 13 قال القديس يوحنا الرائي: ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. هو الوحش الأول ملوش شكل ولا منظر، حاجة كده ملخبطة من عمل التنين، لأن التنين لا يبدع في عمله، شكل النمر ورجلين دب والفم فم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. الوحش اللي سبع رؤوس هم ملوك منتخبين، وعشرة قرون هم رؤساء جيوش بينطحوا، وأعطي فما يتكلم بعظائم وتجاديف على الله وعلى اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. بيوصف السفر وحشين في الإصحاح 13. يخرج الوحش الأول ضد المسيح من البحر بسبعة رؤوس وعشرة قرون، والوحش الثاني هو النبي الكذاب بيخرج من الأرض ويبدو كخروف صغير ويتكلم كتنين. احنا النهاردة معانا الملاك غبريال، وعرفنا انه غبريال من الإصحاح 9 في سفر دانيال. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. كان الأول كالأسد وليه جناح نسر، يشار لمملكة بابل اللي بتمتاز بالكبرياء والقوة والافتراس مع سرعة الحركة. انتتف جناحين. وقف نبخذ نصر الملك على رجلين كإنسان، وعطي قلب إنسان، وربنا ساعده ووقفه لأنه بعد جنونه شفي من وثنيته، وتبدل قلب الوحش لقلب إنسان، وانتهت مملكته بالإيد اللي كتبت على الحائط، وفسرها الملك للملك دانيال النبي في دانيال 5. الوحش الثاني كان ماديو فارس، كان شبيه بالدب في قوته وشرسته، ارتفع على جنب واحد لأنه بيعتمد على قوة فارس أكتر من نادي، وفمه ثلاث أضلع بين أسنانه لأنه التهم ثلاث ممالك وكان دموي جدا. وده اللي احنا شفناه في الجزء بتاع رؤى دانيال. التالت كان الإمبراطورية اليونانية، كانت زي النمر في السرعة وليه على ظهره أربع أجنحة طائرة، سيطر على أربع ممالك، كان يطير بقوة في أربع جهات العالم ولي أربع رؤوس، حيث انقسمت مملكته الأربعة بعد موت الإسكندر الأكبر وأعطي سلطانا. الرابع الإمبراطورية الرومانية، ليها عشرة قرون على رأسه، هائل وقوي وشديد جدا، وليه أسنان من حديد كبيرة وأظافر من نحاس، سحق وداس أمم كتيرة، وسيطر على العالم لمدة 500 سنة. بيكمل دانيال: كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، يعني خلعت ثلاث ملوك، هو يعني خلع ثلاث ملوك من جدره. وإذ بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم، أي يجدف على الله، وهو ده شخص ضد المسيح
وبسبب تجديف القرن عقدت المحكمة الإلهية. فضل دانيال يتفرج على الحيوان الرابع حتى أن قتل الحيوان بقرونه وهلك جسم الحيوان ودفع لوقيد النار. الممالك الأربعة انتهوا حاليا، لكن الدول بتاعتهم ما زالوا موجودين. أما باقي الحيوانات زي ما قلنا انتهت ممالكهم، ولكن فضلت الحيوانات وما زالوا موجودين لكن نزع عنهم سلطانهم. فضلت العراق وإيران واليونان وإيطاليا موجودين. شرح الملاك غوبرييل لدانيال إن الحيوان الرابع إنسانه حديد وأظافر رجليه نحاس، وهيكون لزمن وزمانين ونص في دانيال 7، وطبعا ده في أواخر الأيام. هيتحكم في العالم، وحاليا هو روما المتحالفة مع الاتحاد الأوروبي وعائدة للحياة. في الرسالة الثانية لأهل تسالونيك الإصحاح الثاني: والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيد بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. وهنا مجيئه، مجيء الرب هنا بيتكلم عن المسيح. الذي مجيئه بعمل الشيطان، طبعا مجيئه هنا بيتكلم عن ضد المسيح بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. يعني ضد المسيح هو الحيوان الرابع اللي جاي بعمل الشيطان. يبقى المجيء الأول مجيء المسيح، والمجيء الثاني هو مجيء الشيطان. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة، هيكون بقوة، بقوة وآيات وعجائب. يعني إيه؟ يعني جاي بعمل الشيطان، يعني جاي بكل طاقة الشيطان أو بقوة فوق الطبيعة البشرية. القوة هتكون خارقة للطبيعة. الآيات أي المعجزات هتكون كعلامة أو دليل لعمله. العجائب يعني الغرائب التي تسبب ذهول واندهاش الناس. لكن بكل أسف كل دي كاذبة وهتكون بخداع للناس. طيب، بينا على سفر الرؤيا الذي هو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياها الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. ناخد بالنا أن ده إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياها الله، اللي إحنا بيعرفنا إيه اللي جاي. هنشوف النهاردة ونركز فقط على الثالوث النيس، التنين الأحمر الناري ضد المسيح، ده الوحش الأول. النبي الكذاب ده الوحش الثاني. وهنتكلم على الاثنين الأولينين النهاردة. واحد، التنين، وحش غير منظور صاعد من الهاوية وطرح للأرض. في رؤية 12 وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته فلم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. مين هو التنين الأحمر ده؟ التنين الأحمر باليوناني هو تنين ناري جاي من أعماق الجحيم، مولع وملتهب وضخم. وشيطان الأيام الأخيرة ليه 7 رؤوس، فيه 7 شياطين، هم ممالك شيطانية مستقلة متحدة في شيطان واحد، في روح نجس واحد لقيادة العالم النجس، وعايز يعمل زي ربنا وخلاص ويقلده. يعني زي ما ربنا ليه 7 أرواح الله، يبقى هو ليه 7 رؤوس وليه 10 قنون، أي ليه كمال القوة الذاتية الضاربة. الشيطان عايز يتوج نفسه ملك، علشان كده حط التيجان على رؤوسه، رؤوس 7 شياطين المتحدين بيه. هو عايز يتوج نفسه ملك ويسرق مكان ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح.
ديلو يجر تلت نجوم السماء ويطرحها في الأرض. الديل هو مؤخرة الجيش، وده أضعف مكان في صفوف الجيش، وهم الضعفاء والمتعبين. عايز يقول أضعف جزء في شيطان الأيام الأخيرة، ديلو يجر أو يشد أو يجذب تلت نجوم السماء ويطرحهم في الأرض. النجوم هم القيادات الدينية أو العالمية، وهم النجوم التائهة أو النجوم الطبيعية، ممكن برضو فعلا زي في إنجيل متى 24 في رؤية إصحاح 8-12: وبوق الملاك الرابع يضرب تلت نجوم السماء مع تلت الشمس والقمر، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. وقال: ويل ويل للساكنين على الأرض، لأن من هنا طرح الشيطان للأرض. وحب التنين يسيطر على سما النجوم ويطول على ربنا، فحرب ميخائيل وجنوده بهدف تطهير سماء النجوم من نجاسة التنين النيلي. والتنين وجنوده لم يقوا يعني ما قدروش على ميخائيل وجنوده، لأن قوته وإمكانياته فسدت، فكانت غير كافية للوقوف ضد ميخائيل اللي كان في زينة مقدسة. النجاسة لا تثبت أمام القداسة، وأصبح التنين ملوش مكان أو مكانة ولا فرصة أخرى في السماء. فشل التنين الناري وطرح إلى الأرض. وطبعا الله لا يصارع الشيطان مباشرة على الإطلاق، لأنه قادر أن يفنيه بنفخة شفتيه، فترك الحرب للرئيس العظيم ميخائيل وجنوده. وطبعا التنين وهو الحياة القديمة اللي كانت في أول الأيام آدم، وهو إبليس يعني المشتكي والمفتري أو المدعي كذبا، وهو الشيطان معناها العدو المقاوم أو المخاصم الذي يضلل أي يغير مسار الإنسان عكس اتجاه ربنا ويفسد ذهنه. التوبة هي الرجوع لمسار وطريق ربنا، ولأن العالم بيرفض ربنا ففي الآخر ربنا هيترك العالم لإبليس. والويل والحزن لساكن الأرض لما ربنا يشيل إيده من الحماية ويتركهم لإبليس اللي جاي بغضب وانفجار وغليان وعنف في اندفاع ساخط على البشرية. هو شاف بعينيه وعارف إن زمن العمل أو الوقت المتاح ليه على وشك الانتهاء، يعني فرصة عمله قليلة وأيامه معدودة. التنين ناخد بالنا غير منظور هيربي على ايده انسان يتجسد فيه وهو الوحش الاول. يبقى يلا بينا على ضد المسيح الوحش الاول طالع من البحر وهو انسان متجسد فيه ابليس. سفر الرؤيا 13: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. هو الوحش الأول صاعد من بحر أمم العالم، وهو نفسه التنين الناري المتجسد في صورة هذا الوحش، صاعد من الهاوية اللي هي في أعماق البحر ووطن الشيطان، ولي 7 رؤوس هم 7 رؤساء دول، والقرون هم 7 رؤساء الجيوش أي القوى المحاربة. هنا ألاحظ أن التيجان على القرون رؤساء الجيوش، لأن إبليس يهمه الحروب، وده عكس التنين اللي توج نفسه على الشياطين اللي هي القوى الغير منظورة، وعن طريق الإنسان هيتوج نفسه على القوى البشرية الحربية، لأن التيجان إعلان عن الملك. إبليس عايز يتوج نفسه على العالم لأنه عارف إن الوقت بتاعه شبه خلص، وهيشغل الرؤوس بالتجديف. يعني إيه تجديف؟ تعال نشوف معنى الكلمة دي إيه. في اليوناني هي أسماء تجديف، والتجديف في العربي يعني الكفر بنعمة ربنا، والتجديف في اليوناني يعني القصف والافتراء، يعني كافر بنعمة ربنا وبيشتم ويفتري. وفي سفر الرؤيا هم ناس ينسبوا لنفسهم حاجات بتاعت ربنا زي أسماء وصفاته، مثلا إنهم جايين باسم السلام والنور وهم جايين للحرب. هم خبثاء وماكرين جدا، بيكذبوا على الناس وبيسرقوا مجد وصفات ربنا لنفسه. الوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه قوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما.
الشيطان بيصنع فوضى في المبالغ بلا تدبير ولا هدف، عشان كده الوحش ملخبط حتى في منظره، كل حتة فيه شكل وجزء من حيوان آخر، لأن الشيطان ما يعرفش الإبداع، لكن الإنسان النمر قوي وسريع وينقض بسرعة الفريسة، ليه رجلين دب في الشراسة، يتكلم بفم الأسد في القوة. إذا ضد المسيح حيوان مفترس دار، لكن ممكن التعامل معاه وممكن كمان القضاء عليه، لأني مش عايز أنسى أبدا إنه هو في كل الأحوال إنسان، وقوة الشيطان أضعف من قوة ربنا بكتير طبعا، ما فيش مقارنة. الشيطان يمنح ضد المسيح ثلاث حاجات: قدرته يعني القوة المعجزية على القوات، هيديله عرشه يعني كرسيه، أي السيادة الروحية الشريرة، لأن الشيطان ملوش عرش، هو مش ملك لكن ليه كرسي وليه سلطان الظلمة وليه نفوذ على بشر العالم. ثالث حاجة سلطانا عظيما يعني السيادة السياسية عن طريق الجيوش اللي هي القوة المحاربة. في رؤية 13:3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض ورا الوحش. الشيطان بيصمم ضد المسيح مذبوح، بيقلد يسوع الحمل المذبوح، ففي معركة معينة سيجرح فيها ملك من الملوك اللي عنده بضربة قوية وعنيفة ومميتة، هيشفى منها من خلال علاج وعناية طبية، وهيقولوا شفي بمعجزة، وهيحول الشيطان الضربة ويستغلها المصلحة ضد المسيح، ويعمل منه بطل ضحى بنفسه للدفاع عن الممالك، ويعمل له صورة زي المسيح الفيدي، ويضحك على الناس ويقولوا إن هو المسيح المنتظر والناس هتصدقه، وهيمشوا وراه وهيعتبروه إله وهيتبعوه وهيسجدوا له، والأكتر من كده هيعمل ليه دين يعني حقيقي في منتهى الخبيث. والعشرة قرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. العشر ملوك في وقت يوحنا الحبيب كانوا لسه مش موجودين، وقال دانيال أول ما ياخدوا الملك في آخر الأيام هتبقى نهاية العالم قربت، وباقي 3 سنين ونص وهيبقوا كملوك ساعة واحدة مع الوحش، والقيادة تقاد من الاتحاد الأوروبي، وفي 10 دول هيعيدوا المملكة الرومانية، وهيكون ليهم رأي واحد وياخدوا قرار واحد، وهيدوا الوحش قدرتهم وسلطانهم، عشان كده يبقى الوحش ليه قوة. في سفر بقى الرؤية 13:4: وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحارب؟ طبعا احنا عارفين ان السجود عبادة، سجود للشيطان ده حلمه من بداية تاريخه، ونفسه يغنوله ويقولوله مين زيك، لكن مين زيه في النجاسة وفي الفساد. لكن الحقيقة السجود لربنا وحده، للرب إلهنا نسجد وإياه وحده نعبد، وهو وحده نخدم. في خروج 15: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب؟ إبليس ماهر في سرقة أمجاد ربنا وينسبها لنفسه، لأنه بيجدف على ربنا، ودي آخر فرصة لي. في رؤية 13:17: وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. إحنا محتاجين الحكمة من الله والذهن المفتوح بالفهم لاستقبال الحكمة ومعرفة في أيام ضد المسيح حساب اسمه بالأرقام بالجيومترا، نحسب باليونانية، نحسب عدد اسم الوحش كده لما كل حرف ليه عدد، لما هنحسب اسم الوحش هيكون 666. طيب من هي المرأة الزانية الجالسة والمسيطرة على الوحش؟ في سفر الرؤية 17: جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جمات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض
وسكر سكان الأرض من خمر زنيها، فمضى بي الروح لبرية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، وله 7 رؤوس و10 قرون. المرأة الزانية هي الخائنة ليسوع المسيح مع ملوك الأرض الأشرار، الجالسة ومستريحة ومسيطرة ومستبدة على مياه كثيرة، هم ممالك شعوب أمم وألسنة، زي ما شرح بالضبط مين؟ زي ما شرح الملاك ليوحنا الرسول الحبيب. أعطي التنين ضد المسيح المسيطر على العالم كله، الزمام أعطى الزمام للمرأة الزانية أن تسيطر عليه وتقوده من أجل هدفه الأساسي والمهم، هو القضاء على اليهود المسيحيين في زمن الضيقة العظيمة. وده بيعرفنا مدى الشر والقدرة والإمكانية لهذه المرأة الزانية بابل الزانية على اضطهاد وقتل أبناء الله الحقيقيين. ومن هنا كانت بداية الدينونة لبابل هذه المرأة الزانية. لما نشوف قوى الشر جالسة ومسيطرة على العالم، أعرف فورا إن قضاء الله ودينونته اقتربت جدا. في رؤية 13 كان التنين ناري وطالع من البحر في بداية ظهوره، لكن في رؤية 17 الوحش قرمزي يعني أحمر، وده لونه الطبيعي لأنه ملوث بدماء قتله. الكلمة في اليونانية قرمزي دي جاية من مادة بيض أحمر لحشرات بيطحنوها ويعملوا منها صبغة داكنة الحمر ويصبغوا بيها ملابس الملوك. هنا نلاحظ تطور الوحش، مملوء أسماء تجديف على كل جسمه بدل ما كان التجديف للرؤوس فقط. التاني الوحش ضد المسيح أصبح أحمر، يعني أخذ طبيعة الشيطان الدموية لأن طبيعته دموية وعنيفة. لكن المرأة المتسربلة بإرجوان وقرمز يعني لبسها أحمر دم. الوحش كان حامل للمرأة، يعني هو شايل شيء تقيل وغير محبوب ليه، وهو حمل متعب ومرهق ليه. المرأة مسيطرة عليه والوحش مش طايقها وبيتحملها بصعوبة جدا. على جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة، أم الزواني ورجسات الأرض. ورأيت المرأة السكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، تعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 رؤوس و10 قرون. 7 رؤوس هم 7 ممالك متحدة لتكوين كائن واحد، وهم 7 جبال عليهم المرأة جالسة. جبل في اليونانية هنا هو جبل عالي، يعني كيان سياسي قوي مهيمن، دولة عايزة تحكم وتتحكم في العالم أو تشارك في السيطرة على الأرض. 7 ممالك المرأة تقهرهم، لكن القرون العشرة هم هيقهروها. لكن في واحد مشترك وهيربط بين 7 رؤوس و10 قرون، وطبعا احنا عارفينه هو ضد المسيح. لما تشوف تحالف قوى الشر جالسة ومسيطرة على العالم، وشايف هي لابسة ومتزينة في جبروت بتشرب من دم القديسين، اعرف ان المحاكمة بدأت، واعرف فورا ان قضاء الله ودينونته قربت جدا جدا. كلمة دينونة يعني صدر حكم قضائي إلهي، وان الحكم ده عادل وهيبدأ في تنفيذ الحكم الصادر. 7 ملوك 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. 5 سقطوا يعني فشلوا في الحكم أو فشلوا في تحقيق أهدافهم، وطبعا هي أهداف الوحش ضد المسيح في السيطرة على العالم والقضاء على اليهود المسيحيين والمسيحيين، أو فشلوا بالرغم من تحالفهم مع المرأة بابل الزاني. 5 فشلوا وفي واحد موجود ومتواجد على الساحة ولم يسقط، لسه بيحاول يحقق الأهداف. 7 اللي زيهم لكن عكسهم ومختلف عنهم لسه مجاش بعد، لكن في اليونانية مش معناها لسه مجاش، معناها لسه ما تحركش بعد، ولما هيتحرك لازم يقعد شوية لكن مش هيطول كتير، وطبعا دي من مراحم ربنا لأنه هيكون في قمة القسوة. ونحن عارفين ربنا هو مدبر القول، بينتظر قليلا وبيديهم فرصتهم الأخيرة.
كل ده والحروب شغالة ومستمرة والعالم في صراعات مستمرة. الوحش اللي كان وليس الآن فهو ثامن، هو من السبع ويمضي إلى الهلاك. المملكة اللي كانت موجودة زمان واختفت من على الساحة وظهرت في شكل تاني هو الاتحاد الأوروبي اللي خارج منه الوحش وهو ضد المسيح المسيطر على السبع وهو الثامن، اللي هيكون واضح ويجلس كإله وهو هذاهب إلى الهلاك. الوحش كيان ثنائي ما ننساش، لأن هو دايما ملك ومملك. طب يلا بينا بسرعة نشوف الرؤية اللي أنا شفتها كانت إيه. في يوم 15 أغسطس بالليل وأنا نايمة شايفة نفسي أني على ارتفاع وعلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط. على شط البحر ده موجود شيطان كبير وشايل على دي بيبي صغير نمر، وموجود في معسكر عامل زي معسكر الجيش، وكل المعسكر ليه سور، بس ليه سور من ثلاث جهات والجهة الرابعة هي البحر. والسور ده عبارة عن شنط زبالة سودة بس طبعا بحجم كبير خالص، والشنط دي مليانة فساد ونجاسة. الشيطان كان فرحان قوي بالبيبي اللي في ايده اللي هو النمر الصغير، وعمال بيرضعه ببرونة مليانة فساد ونجاسة. انا فهمت من الرؤية دي ان ده ضد المسيح اللي هو النمر الصغير اللي بيتربى على ايدين الشيطان من صغر. خلصت الرؤية على هنا، وبعد 3-4 ايام شفت رؤية تانية ان ضد المسيح ده كبر وكان بيتكلم عن طريق التلفزيون. انا كنت موجودة في يعني برضو على ارتفاع، بس شايفة زي مكان زي قهوة. القهاوي هنا في فرنسا بيبقى فيها لعب، يعني الناس ممكن تلعب بس بيلعبوا قمار، وفي نفس الوقت الناس اللي قاعدة دي وموجودة في القهوة كانت بتاكل، بس بيأكلوا زي الحيوانات، يعني تحس ان اللي قاعد بيأكل ده بيأكل بافتراس، يعني بيأكل بطريقة متوحشة. وفي نفس الوقت هو بيتكلم في التلفزيون، هو لابس جندي وماسك في ايده بندقية، وكأن الكلام اللي بيخرج من بقه عامل زي الرصاص بس بحاجة إشعاعية معينة بيوصل كلامه الناس كلها اللي قاعدة اللي هم ناس عليهم علامة الوحش، وهم مش مسيحيين يعني مش معمدين. وفي نفس الوقت الناس دي فرحانة جدا بكلامه، وهو بيتكلم بمنتهى الخباثة والمكر واللؤم وبنوع من القوة كمان، وكأن الكلام ده بيخرج من فمه من التلفزيون ده بإشعاع معين بيدخل لقلوب الناس، والناس مبسوطة بيه جدا وفرحانة بيه جدا، ويعني كأنهم يعني لاقيين لقية. أنا استعجبت من إن صورته أو حتى من التلفزيون بيخرج إشعاع بيدخل للناس دي بطريقة معجزية كلامه، وبيدخل لقلوبهم ومخليهم مبسوطين قوي وفرحانين قوي منه. ده بالظبط كده، دي الرؤية التانية اللي شفتها بعد كام يوم. هنقف لحد هنا وأقول لكم اسمحوا لي. اللي شق البحر زمان وعدينا في البرية، ونهر الأردن شاهد على الأقدام اللي عبرت في المية، وشاف وشاهد كمان اللي سحق رأس الحية، داس الموت رجع وقام وأعلن أحكام ورجعنا للأبدية. قادر قادر في آخر الأيام يحفظنا في الضيقة والآلام ويمشينا على المية. هيشق صخور؟ أيوة. هيدوس أشور؟ أيوة. وملوك في قبور؟ أيوة. والهلاك للوحشين وللحية. إلهنا عظيم، إلهنا قوي، إلهنا جبار، في يمينه قوة وجبروت. اسمحوا لي أرفعك
أسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم وأمجد اسمك القدوس. أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهنا العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين. نكمل المرة الجاية.